عندك يعني هو مفتقدك بشكل كبير، لان اللي بعد الماجيشن في تفكيره الشخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تأنيب ضمير وتعبان جدا، وحس ان هو فقد حاجة غالية عليه. يعني مش مرتاح ابدا في بعضكم عن بعض. للبعض ممكن يكون هو مشي وسابك او انت اللي مشي وسبته، يعني في حد ادى ضهره العلاقة او كده وساب. لكن انا شايفة في تفكيره يعني يا هو شايفك متألم او هو متألم. انا شايفه هو متألم بشكل كبير قوي، وشايفه ان هو في تفكيره شايفه ان هو ممكن يكون بيشوفك غامض او بيشوف في حاجه صعبه في العلاقه بعضكم لبعضكم. العلاقه دي ممكن يكون فيها اتعمل فيها سحر، سحر تفريق. لان غير كده انا عندي الماجيشن مع الهاي بريستس، انا شايف دول الاتنين دول جنب بعض كده ممكن تكون دي طاقة سحر، يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده. يعني لو انتوا كنتوا متزوجين ده هيكون للبعض طبعا، مش كلكم، كل حد حاسس بطاقته وحاسس بنفسه هو فيه الحاجة دي او لا. شايفة في بعض بسبب الطاقة السلبية دي او بسبب تدخل طرف ثالث بأيا كانت طريقة التدخل، وبيفكر كتير قوي في ان هو يجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده، لكن شايفاه متردد جدا، يعني مش قادر في الوقت الحالي. لكن الشخص ده عنده حب ليك وعنده احترام كمان ليك، بيحترمك الشخص ده. ولو هو كان دخل في علاقة فالشخص ده هقول لكم الاحتمال التاني برضو، لو الشخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك وجعك وزعلان جدا وبتعاتبه وبتلومه في جوه نفسك، فالشخص ده حاليا لوحده، والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي راحها بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي، يعني بطاقة سحر، ما راحش بإرادته. يعني دي حاجة تانية برضو جات على بالي دلوقتي وانا شايفة القراءة. فبرضو كل حد يشوف السيناريو المناسب ليه. ده بالنسبة لتفكيره. بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة، الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك. في بينكو تواصل روحي، في مشاعر، محتاج الشخص ده محتاج ان هو يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من ايا كان الوضع السلبي اللي هو فيه. الشخص ده محتاج استشفاء بشكل كبير، وشايف كمان في مشاعره تجاهك، شايفك انك انت بعدت عنه قوي او بقى ما يعرفش اخبارك بشكل دقيق، شايفك بعدت يعني ما بقتش موجود في حياته. هقول لكم الابراج والطاقات الموجوده بسرعه قبل ما انسى. شايفه معاك برج الثور وبرج الاسد وبرج القوس وبرج ثور اسد قوس جوزاء دلو سرطان عذراء حمل برج الجدي زيك برضو. دي الابراج اللي موجوده، وبرج الحوت دي الأبراج اللي موجودة، ودي والطاقات اللي موجودة، كل الطاقات موجودة معاك في القراءة. لكن وانا بقرا هقولك ايه الطاقات اللي موجودة اكتر، على اساس هي اللي بتكون غالبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني. طيب في مشاعره زي ما قلت هو خروج من طاقة سلبية. شايفة كمان في عنده حيرة، والحيرة دي مسببة له أزمة، أزمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو يلاقي حل. يعني في عند الشخص ده أزمة في الوقت الحالي قوية جدا. في عنده حزن بسبب رحيل، مش عارفة ليه حاسة برج الجدي انك انت اللي سبته ومشيت بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني، لكن شايفاك انت سبت الطرف ده ومشيت، والشخص ده حزين جدا وعنده أزمة في التواصل معاك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده، وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين، ممكن بينك وبين اهله او بينك وبين ايا كان الطرف الثالث، او بين ان هو يرجع او لا. شايفة في اشتياق وحنين ليك بشكل كبير قوي. شايفة في لو انتوا بينكوا اطفال، الشخص ده ممكن يكون مفتقد اطفاله لو انت اللي معاك الاطفال. في اشتياق كبير ليك كمان، وفي تفكير في الذكريات بشكل كبير، وفي الشخص ده بيقعد يدعي ربنا كتير قوي انكوا تتقابلوا او انه
تكونوا مع بعض شايفة كده بشكل كبير قوي، وممكن كمان يستعين بحد في انه يصلح العلاقة ما بينكم. لكن انا شايفة في ازمة هو بيمر بيها، او في حاجة موقفاه في الوقت الحالي. ده من ناحية مشاعره. نواياه تجاهك او تجاه العلاقة، انا شايفة الشخص ده شايف انه في حاجات كتير اتهدت او انهارت بينكم. في كمان ممكن يكون شايفك متجاهله، او انك انت مثلا هديت كل حاجة وبوظت كل حاجة واديت ظهرك للعلاقة او للحياة او لايا كان الشكل الوضع اللي بينكم، اديت ظهرك ليه وبعدت. ممكن يكون شايفك كده يعني، او انت اكتشفت خيانة فهديت المعبد على اللي فيه او حاجة كده. شايفة كمان في نواياه الشخص ده عايز يتكلم معاك، عايز يجي ويتكلم معاك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح. الشخص ده بيشوفك توأم روح ليه، بيشوف ان هو ما يقدرش يستغنى عنك، بيشوف انك انت الشخص المناسب ليه، مفتقدك جدا في حياته، فعايز يتكلم معاك بشكل صريح. يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة. ده لو السيناريو ده مناسب ليكوا يعني. كمان شايفة في نواياه الشخص ده يعني في حب كبير ليك قوي، وفي عايز معاك استقرار، عايز بعد عن طاقة سلبية او عن اشخاص سلبيين. شايفة كمان في فعلا عندكم طاقة سلبية، يعني كارت الديفل موجود. الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر يا برج الجدي اللي بيعاني من طاقة سلبية، في عنده طاقة سلبية، ولو هو سابك وراح لطرف ثالث فهو معاه مربوط بطاقة سلبية. هتلاقوا على القناة الفيديو بتاع الفك الطاقة السلبية او التخلص منها او السحر موجود، ممكن تسمعوه هيفيدكم كتير. الشخص ده في عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي، ممكن يكون في مشاكل كمان مع الطرف التالت ده ايا كان مين هو. شايفة في عنده ندم واحساس بحسرة واحساس بخسارة واحساس بان هو فقد حاجات غالية عليه. شايفة في عنده الاحساس ده بشكل كبير قوي ومفتقدك جدا، وشايفاه مقيد برضو، يعني مقيد في حاجة مش عارف يخرج منها. عنده افكار في علاقتكم انتوا الاتنين جميلة، وعنده كلام عاوز يحكيه معاك وعاوز يقوله لك، لكن الشخص ده مربوط ومش قادر، يعني هو مش قادر حاليا. ولو انتوا متزوجين وعايشين مع بعض فانتوا هتحسوا انه في جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة، والشخص ده في عنده في جواه مشاعر كويسة ليك، لكن هو في الوقت الحالي مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني. لكن هو فيه وبيشوفك فرصة كمان، يعني هو بيشوفك فرصة صعب ان هو يضيعها في الوقت الحالي، او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه. لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بأزمات مادية مثلا او كده، ده للبعض مش نفس الشخص انا بكلمه. يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة في القراءة، ده لبعضكم طبعا. لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبآلام، وعنده كمان مشاعر حلوة، يعني تناقض ده كمان في المشاعر هو تعبه، يعني تعبه بشكل كبير. ده بالنسبة لنواياه. بالنسبة لخطوته القادمة، الشخص ده ممكن يكون مسافر او في بينكم سفر، او انتوا من بلاد مختلفة او ايا كان، لكن المهم انكم انتوا في بينكم سفر بشكل كبير، او ممكن يكون لبعضكم يعني. شايفة كمان للبعض يعني في خطوته القادمة، ممكن هو يفكر في سفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر. شايفة فيه رفض من حد فيكو للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية، او بسبب طرف ثالث، او بسبب تدخل اشخاص، سواء الطرف الثالث ده حد من الاصحاب او اصدقاء، حد من الاهل او زوجة.
في رفض هيحصل، شايفة في لو الطرف التاني ده اللي انت بتعمل معاه راجل، يعني لو انت اللي بتسمعني بنت من برج الجدي، فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج، ممكن يكون في حياة في حياته زوجة تانية فعلا، و الشخص ده متألم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي. ده سيناريو. ممكن لو رفض من الأهل او كده، فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معاه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي بسبب رفض الأهل ده. شايفة في حيرة، شايفة في مفترق طرق بشكل كبير، شايفة الشخص ده محتار لكن متمسك بيك ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا. يعني هو مستني حاجة تحصل فجأة. سوري لو في دوشة، لو انتوا بتسمعوا دوشة من البلكونة، لان انا قاعدة جنب البلكونة، فسوري يعني لو انتوا بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني. فشايفة الشخص ده مستني حاجة تحصل فجأة، حاجة تحصل من عند ربنا. وفي بشرى على فكرة، يعني في بشرى هتجيلكوا ان شاء الله، في حاجة ممكن تحصل فعلا، لان الشخص ده متألم جدا. بس انتوا محتاجين انكم لازم تخرجوا من طاقة سلبية. بالنسبة لمصير العلاقة، انا شايفة في مصير العلاقة في فرصة كبيرة قوي مقدمة ليكوا يا برج الجدي، فرصة كبيرة قوي بعد حيرة كبيرة. بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض، شخص مثلا كان سيء الطباع او تصرفاته كتير مش كويسة، او بيتعامل معاك بشكل فيه خسة كده وندالة، ده للبعض منكم طبعا. وانت بتعمل بلوك على الشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية. انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك، بس بشكل مش لطيف، يعني بشكل فيه شوية خساسة او كده، او ممكن تكون القراءة عكسية يعني. فانت شايفك عامل بلوك للشخص ده، وشايفة في قدامك فرصة تانية، وفي قدامك عرض حب قوي جدا من شخص في عنده نضوج كده فكري وعاطفي بشكل كبير. الشخص ده يعني ممكن اقول سنه من 30 لحد وانت طالع بقى، لكن هو مش اقل من 30، ده السن بتاعه. وفرصة، في فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده، دي حاجة. في حاجة تانية كمان، الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيراقبك وعايز يقدم لك فرصة. ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب صامت، يعني زي الكراش كده، يعني انت معجب بحد ومش عارف هو بيحبك او لا، او معجب بيك او لا. فانا عايزه اقول لك ان الشخص ده، لو ده السيناريو يعني، الشخص ده هو كمان بيحبك وبيراقبك، وفي فرصة بينكوا انتوا الاتنين، في كلام ممكن يحصل بينكوا انتوا الاتنين. بس الشخص ده شوية عنده حيرة بسبب ان هو ممكن يكون في حد تدخل بينكوا، او سمع عنك كلام ما يكونش لطيف، يعني كلام وحش هو سمعه، او العكس ممكن يكون ده حصل معاك انت، انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده. لكن انا شايفة في فرصة كبيرة بينكوا، دي شايفاها في مصير العلاقة، لان انا عملت قراءة بشكل عام لكل فئات البرج. بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العازبين، النصيحة بتاعتك يعني النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك، انت محتاج تحب نفسك اكتر، محتاج تميز نفسك او تكرم نفسك، او انك تعرف انك تستحق كل ما هو افضل. محتاج انك توازن كمان، يعني توازن. انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطاء يا برج الجدي، ممكن تكون بتدي اكتر، ممكن تكون بتاخد اكتر. فخلي بالك في موضوع الاخذ والعطاء، حاول تحب نفسك اكتر وتهتم بيها وتميزها او تدللها، بحيث انك تلاقي اللي يعمل معاك كده. لكن ما تستناش ده يحصل من بره الاول، بعد ما انت تكون هدرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك، حاجات كتير قوي تكون عملتها وفي الاخر تستنى مقابل من حد او حاجة من حد. لا، اعمل كده لنفسك الاول، وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل مع نفسك. دي انا شايفاها بشكل كبير. ولبعضكم في النصيحة، انت محتاج تستشير حد من اكبر منك، او من ذوي الخبرة في امور
تخص مثلا الحياة العاطفية أو الزوجية أو أمور تخص الطاقة السلبية، السحر والحاجات اللي زي كده، لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع أي حد. أنت محتاج أشخاص ذوي خبرة يا برج الجدي. بالنسبة للعازبين، إيه جاي في حياتك؟ أنت العازبين، أنت كنت مربوط لفترة، مقيد في علاقة، ممكن لبعضكم كنت مقيد في علاقة ثلاثية برج الجدي، وحاسس ان هي عبء عليك قوي وحمل. ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني، او انت حبيت شخص هو اوريدي في علاقة. الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك ازمة كبيرة قوي، ممكن لحد دلوقتي هو عندك ومسبب لك ازمة كبيرة قوي. شايفة في عندك استشفاء بشكل كبير من الوضع ده ومن الحمول الكتير اللي عندك ده، اللي عندك دي. انت كمان من يا برج الجدي من الشخصيات اللي بتيجي على نفسك قوي وبتضغط على نفسك وصحتك وما بتعرفش تقول لا. فانا عايزاك في الفترة اللي جاية قول لا بقى، يعني قول لا كتير كده، والحاجة اللي ما تعرفش تعملها رفضها، والحاجة اللي مش عايزها رفضها، وخليك واثق في نفسك وانك هيجيلك احسن وانك هيجيلك افضل. يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير، واحترامك لنفسك ولقيمتك. هتحصل معاك حاجات كتير قوي، في عندك فرصة عظيمة، في عندك تواصل روحي مع شخص، وفي عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا برج الجدي. عندك فرصة كبيرة قوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان. بالنسبة اللي بيشتغلوا، عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة إيجابية موجودة عندك، والقرارات دي هتكون سليمة. وعندك في شمس هتشرق في حياتك من أول وجديد يا برج الجدي. شايفك لو مستني ارتباط، انت محتاج تخرج من طاقة سلبية، محتاج كمان محتاج استشفاء، محتاج قاعدة تقعد مع نفسك. لكن انت في عندك فرصة كبيرة قوي للارتباط، وفرصة كويسة موجودة عندك هنا كعازبين، وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة لبرج الجدي، ودي تخصكم كلكم طبعا. وفي عندك قرارات سليمة هتاخدها في الفترة الجاية. بعضكم طبعا اللي مستني حمل او انجاب، في حمل وفي انجاب، في سعادة بطفل، سواء انت على مستواك الشخصي او على مستوى العائلي، يعني سواء هتسمع في العيلة او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب. شايفة عندك حاجة إيجابية كبيرة قوي جاية يا برج الجدي، بس حاول تخرج نفسك من أي طاقة سلبية. حاول تخرج نفسك لو أنت في رفض حسيته من حد أو من أهل حد أو من الكلام ده كله، فأنت قيمتك بتاخدها من نفسك مش من الآخرين. فخلي ده شوية ما يهمكش، واكتسب طاقة إيجابية كبيرة واطرد الطاقة السلبية علشان ما تأثرش عليك أو على حياتك أو على قراراتك في الفترة اللي جاية، لأن أنت داخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سيء. على فكرة في ماضي سيء أنت كنت مقيد فيه، بتخرج منه لحاجة أفضل إن شاء الله. ويا رب الكلام يكون بشرى خير وتتحقق تكون بالنسبة لكم. والقراءة انتهت، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.